السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا اليوم عندنا مكمل غذائي ديال لاغام ديال مايليس مغنيزيوم. بالنسبة لهذا المكمل الغذائي صالح للناس اللي عندهم مشكل ديال ستريس ومشكل ديال العياء لا فاتيغ، وكذلك لي فونكسيون موسكولير للناس اللي عندهم مشكل ديال يعني الاعصاب ولا كما كنقول المفاصل. فهذا المكمل الغذائي مزيان ليهم، فيه لا فيتامين بي 6. بالنسبه لهذا المكمل الغذائي ديال مايليس كاين بزاف ديال المكملات الغذائيه ديال مايليس. كما قلت لكم بالنسبه لهذا المكمل الغذائي فيه 30 جيلول، يعني كتاخذ وحده يعني شكل نهار. بالنسبه لهذا المكمل الغذائي يعني اللي فيه لو جيلول احسن من اللي هذاك اللي كيكشكش يعني في الماء، حيت بالنسبة لها يعني كدوب يعني بالماء كيمشي ديريكت يعني كيدوب في المعدة ماشي بحال هذاك اللي كتشرب. بالنسبة لهاد لاغام ديال مايليس صراحة زوينة بزاف، كيقيدها أطباء يعني هذا مكان بصفة عامة، تلقون في لي زوردونونس هذا مكان. اون فوا كتبدا هاد المكمل الغذائي يعني غادي تبان لك النتيجه قبل وبعد، هذا ما كان. بالنسبه لهاد المكمل الغذائي ديال المغنيزيوم مايليس فهو زوين بزاف، فهو فقط مكمل غذائي ليس بدواء كما قلت لكم. الناس اللي عندهم مشكل ديال الفاتيك ستريس وكذلك مشكل ديال المفاصل يعني مزيان ليهم هاد المكمل الغذائي، هذا ما كان. المهم الناس اللي كتعيا بزاف اللي عندهم العيا الارهاق البدني ممكن ياخذوا هذه يعني واحد لي جيلي البارجور، يعني غادي يحسوا بالفرق يعني بطبيعه الحال، هذا ما كان. يعني من الاحسن المكملات الغذائيه، كاين بزاف ديال المكملات الغذائيه. المهم اليوم هضرنا على هذا مايليس، هذه فهي زوينه بزاف. يعني الى انفو غادي تستعملوها غادي تلاحظوا الفرق هادشي اللي كاين. بالنسبه لهاد لاغام غادي تكون في لي بارا اي لا فارماسي، يعني من الاحسن تاخذوها في البارا فارماسي، كتقام عليكم بواحد الثمن ريزونابل، ثمن مناسب. هادشي اللي كاين، هادو هما المكونات ديال مغنيزيوم كما كتشوفوا. هو يعني بصفة عامة المكمل الغذائي يعني ما خصناش نكثروا منه كما كان النوع ديالو، وخا مثلا يكون واحد المكمل الغذائي اللي هو مزيان يعني خصنا نستعملو واحد لابيريود مثلا واحد 3 شهور ونحبسو عاوتاني واحد 3 شهور اخرى. هادشي اللي كاين باش لي في ديالو يتعطى لينا في لوكور ديالنا. هادشي اللي كاين سواء ديال الشعر، مكمل الغذائي يكون ديال الصحة ديال الشعر ديال الاظافر كما كان. هادشي اللي كاين، المهم بارطاجيت معكم هاد الفيديو هذا اليوم. الناس اللي عند كتستعمل شي مكملات غذائيه ما جات مع يعني كنهضر على مغنيزيوم ولا المهم يستعملوا هاد يجربوا هاد لاغام ديال مايليس، يعني البرودوي مثلا اللي ما تلاقيتوش تيكون سير كوموند هو موجود. هادشي اللي كاين، هذا مكان. المهم اللي عنده اي اقتراح ولا شي كومونتير